مريض السمنة مش شرط يكون بياكل زيادة عن اللزوم. هي مرض السمنة بنقول عليها مرض العصب. كانوا دايما واول وعلمونا الجراحة يقول لك الجراح لازم يبقى عنده عين الصح وايدي امرأة وقلب الاسد. دايما العيان بيستغرب له بعد عملية تكميم معدة يقول لك هو انا مش جعان ليه؟ العملية هتشيل من 70-80% من الوزن الزيادة. جراحات السمنة هروبا من الدايت، هل الاثنين متعارضين مع بعض؟ بعد بي ام اي معين الدايت صعب. هو بياكل وهو مش واخد باله ان هو بياكل. الرياضه بعد عمليات السمنه مش مقصود بيها ان انا اخس، مقصود بيها ان انا صحتي تبقى كويسه. بس حتى الاكل القليل اللي انت بتاكله ده كتير عليك. انا مش بحرمك من حاجه، يعني احنا بناكل وما احناش عارفين احنا بناكل ايه. انا عملت تكميم وغيري عمل تكميم، هو مثلا نزل 10 كيلو انا نزلت 20 والعكس. بلاش مقارنات خالص في عمليات السمنه، دي من اهم مسببات السمنه. القعده قدام التلفزيون واقعد ازقز حاجه، انا مش عامل لك سحر. هتبطل تتسلى بالاكل.